هنتكلم على اهم لقطه النهارده، الهدف. هدف بيرستاو. هدف بيرستاو ان احنا حجبناه وقلنا الخط غلط ورسمنا الخط الصح. هنعرض ده ونعرض ده. طيب تعال الاول دي اللقطه. تمام. ده الخط اللي النهارده الفار رسمه. كابتن محمود عاشور هو اللي كان على الفار النهارده. هو محمود عاشور معاه مساعد، المفروض المساعد اللي هو المتخصص في قصه التسلل. اللقطه دي في حاجتين فينا يا كريم. اللمسه الاولى للاعب بيرستاو، اللمسه الاولى دي مش عايز اللمسه الاولى، انا عايز اخر لمسه الكره بتسيب رجله. تفرق اول جزء من الثانيه ده او بيفرق اول. طيب لما هنجيبه في الفيديو بس دي اللقطه. دي الصوره. ده الخط اللي اترسم. معانا الفيديو بقى يا جماعه نفسه لو معانا الفيديو. الخط اللي اترسم كان لازم طبعا على كتف لاعب فاركو الثاني، مش على رجله. على رجله القصه دي، بتتكلم على الكتف، عشان احنا رسمناها دلوقتي وهنشوف المنظر معانا. بس هنتكلم على الصوره دي. الهدف طبعا بالمنظر ده، حتى لو بالنظر بس يا كريم، بالنظر. لاعب الاهلي اقرب لخط منطقه الجزاء وابعد من لاعب فاركو. صح. من غير خطوط، من غير خطوط خالص. يعني كلام على خط منطقه الجزاء. جهاد، انا والله قاعد مع بعض الاصدقاء واحنا بنتفرج على المباراه. تمام. فلما بيسمع الفار قلت له لا كده مش تسلل، واضح انها هدف. تمام. لقيته رفع ايده، فقلت ايه، يمكن كان في لاعب تاني هو اللي متسلل فيه خطا ما. انا زيك على فكره، شفتها بشكل مغرب، بس انا بصراحه ما برضاش مع الساده المشاهدين اتكلم في حالات تحكيميه الا في وجودك. تمام. فانت شايف ان هي بالصوره دي كده من غير خطوط حتى هي مش تسلل، هدف سليم اصلا. هدف سليم يعني المفروض واضحه. هي بقول لحضرتك، هو حاجتين اتنين. الخطا طبعا التعامل في الفار في النقطه دي بالذات تعامل بشري. عظيم. بحدد نقطه طلوع الكوره من الزميل، مش الاول لمسه، اللمسه الاولانيه هو اشتغل على اللمسه الاولانيه. لا، اتكلم في وقت ما الكره بتسيب الرجل. تمام. هي دي تفرق قوي. انت شايف ان الخط اصلا خطا، الخطا غلط، مرسوم الخط مرسوم غلط، مرسوم غلط، وكان طيب. لازم طبعا على المكان. طيب حضرتك رسمت بقى الخط الصح. تمام. تعالوا بقى نشوف مع كابتن جهاد الخط الصح لما اترسم ايه اللي حصل. يعني كابتن جهاد قبل ما يخش معانا على الهوا هنا رسم لنا الخط الصحيح وقال لنا اهو، اتفرجوا بقى على الخط الصح. على كتف لاعب فرق اهو. وده نهايه لاعب النادي الاهلي. وبالتالي الراجل نفس اللقطه ما غيرناهاش. يعني انت بتبص، عشان بس نقول للناس، الخط الازرق، الخط الاحمر ده نهايه جسم. مش جاب الاحمر اللي فات الاولاني، منطقه الجزاء. الخط الاولاني ده منطقه الجزاء. تمام. لكن بتكلم على كتف لاعب فاركو اللي احنا نسمي الخط عليه ده، وكتف النادي الاهلي اخر كتف ليه. هو دي نهايه اللاعب وده نهايه اللاعب. وبالتالي يعني الكره سهله، يعني الكره مش الرسمه سهله. ده تاني يا جماعه، ده خط هنا الرقم 10 الكابتن جهاد رسمه لنا عشان يوضح ويأكد انه هدف بيرستاو النهارده كان هدف صحيح وليس تسلل. لاعب فاركو هو اللي مسابق لاعب النادي الاهلي بيرستاو، وبالتالي الكره مش تسلل والهدف كان هدف. بنقول دايما لحكام الفار، ارسم من خط اخر الكتف، نهايه الكتف بتاع طبعا اللي جاب التسلل. اللقطتين، الخط اللي رسمه الفار والخط اللي رسمه النهارده الكابتن جهاد جريش عشان يوضح انه الهدف مش تسلل، والخطأ الخطأ بيترسم مانوال. يعني مانوال انت بتحدد اوتوماتيك. يعني انت حاجتين اتنين. لحظه لمسه، انا مش على فكره مشيت على اللحظه دي. ده كمان ده هقول لك على حاجه، ده انت لو بتتكلم على لو الكره بتسيب الرجل كمان هتلاقي بتغطى اكتر. يعني كمان دلوقتي اللمسه دي انا مشيت على اللقطه اللي هو جايبها. ده انت كمان ده لو جبتها قبل ما اول ما الكره بتسيب الرجل كمان كانت واضحه اكتر. اوضح. بص، متغطي تماما. فانت بس حبيت تاخدها بنفس، انا مشيت زي ما هو واخدها. اللقطه اللي هو واخدها متغطيه لو رسمها صح. خش على هو بس اختار النقطه اللي رسم رسم الخط من الكتف. الكتف اللي هو المدافع فاركو الشمال، الكتف ماليش دعوه بالذراع بالكامل، مش في التسلل خالص. وبالتالي الراجل مغطي بوضوح، فاللقطه واضحه. وللاسف خطأ كبير في ماتش مهم في الدوري. طيب. مشكلة كبيرة. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضل. أنا معرفش، أنا بحب أسأل الأسئلة الصعبة دي بس عشان الجماهير بتقعد تسألها. ما هو لما حضرتك تقول واضحة وكل السادة المحللين التحكيم يقولوا واضحة والسادة المشاهدين يقولوا واضحة ومشجع أهلاوي ومش مشجع أهلاوي هيقولوا واضحة والسادة الإعلاميين هيقولوا واضحة، الحكم اللي موجود على الفار شاف إيه من وجهة نظرك أو تتخيل إنه شاف إيه غير اللي الكل شافه؟ عشان أنا أنت عارف أنا عايز أعمل إيه؟ عايز أنفي عنه شبهة التعامل. لا فيش عشان تعمل. متأكد. لا فيش تعامل. وانا معاك. لا مليون المية وانا معاك انه نزاهة الحكم المصري دي ما فيش في. كابتن كريم هنكرر نفس الكلام تاني. الاسبوع الثامن. صح. لغاية دلوقتي. التدريب اللي موجود لحكام الفار مش موجود. الناس ما تتدربش كويس. الموضوع ده تدريب، انت بتتكلم على حاجة تتدرب عليها مرة واثنين وثلاثة واربعة تنفسها اوتوماتيك. معلش انا اسف. ماشي اتفضل. التدريب لو حالة برضو صعبة مش واضحة. تمام. يعني انا افهم انه التدريب عشان هو الوحيد اللي هيعرف يحسمها. لكن دي فعليا انا اقول لك حاجه، انا اسف والله للاسقاط. لا خالص، انا اسف ان انا هسقط دلوقتي، بس الحاله الوحيده اللي تخليني يقول لي ان هو ما شافش الحاله دي ان هو مثلا كان بيتفرج على تلفزيون صغير قوي فمش عارف يبص فمش عارف يركز،
لكن احنا كنا بنتفرج على تلفزيونات اتش دي واكبر شويه، فاحنا شفنا وهو ما شافش. دي الحاله الوحيده اللي لو قالها لي هصدقه واقول له خلاص انت عندك حق. انت عندك اوبريتور جنبك على فكره، ما بتشتغلش لوحدك، اوبريتور جنبك بتقول حط النقطه هنا واستنى واطلع لي بلمسه الكوره، اطلع بيها وارجع بيها لغايه ما توصل للنقطه الصح، لمسه الكوره وخروج الكوره من الزميل. فده الشغل اللي بيحصل في خد وقتك. يعني احيانا انا محتاج سرعه طبعا. بس انا لو انت هتتاخر وتديني قرار صح ما عنديش مشكله، اتاخر بس اديني في الاخر قرار صح. لكن انت لما تعمل الاجراء صح وبسرعه اكتر ده ميزه. طب اسالك سؤال، اتفضل. هو دلوقتي معروف بينا نفهم الكلام ده كويس انه في قوانين الفار الحاجات اللي هي علاقه متعلقه بالخط او بالاوفسايد الحكم ما بيرجعش يشوف اللقطه في الفار، حقيقه بيصفر على طول. اول حقائق. بس لو الحكم شك بقى انه الفار خد قرار غلط، ما ينفعش يطلب هو نفسه انه يشوف الحاله؟ لا استحاله، ممنوع. لا استحاله. هو دي اصدق ده قرار حقيقي. يعني ايه؟ الكره بره المنطقه داخل المنطقه، الكره دخلت هدف مش هدف، الكره تسلل مش تسلل بالنسبه للخطوط، مش قصه التداخل مع منافس. مع منافس هتروح تشوفك حكم. صح. انا بكلمك على اللقطه دي ليه؟ بكلمك وبفكرك بلقطه وادي دجله والاهلي اللي كنت حكم فيها وكان ابو الرجال مساعد اول، نفسها حصلت مع المقاولين والاهلي، نفس المعيار واحد. فساعتها الحكم راح شاف، لما رحت شفت رجعنا لقينا هدف دجله، نفس القصه الجون الاهلي اللي اتحسب بتاع المقاولين كان تسلل، وقلنا ساعتها تسلل واشدنا بالتحكيم. وبالتالي احنا بنتكلم على معيار واحد، مش نمشي معيار واحد تحكيم في طول الوقت، هتلاقي الناس الدنيا ما مظبوطه. طيب وجود حضرتك بقى قبل ما نخش على باقي الحالات، لما كنت حضرتك موجود حكم في ارض الملعب او حتى لو راجل مرشح في اي وقت في لجنه الحكام، هل في هذه الحاله اللي موجودين على الفار بيتم معاقبتهم ولا الامور بتعدي وخلاص وخطا؟ لا ما اعتقدش تعدي. بالمنظر ده استحاله تعدي. مهما اتقال في الاعلام من ان الحكم صح او الحكم ما اخطاش، لا صدقني المسؤول مهما كان، على فكره انا بكلمه بمنتهى المصداقيه والوضوح، المسؤول مهما كان شاف نبض الناس اللي موجود وشاف الوضع اللي موجود، في اخطاء تحكيميه، والناس دي اكيد بتتعاقب. انا برضه يعني بقول لك تفتكر برضه على ضوء ممارسه العقاب بيبقى الماكسيموم بتاعه او اقصى حاجه بتبقى ايه؟ لا حسب بقى اللجنه وسياستها ووقت يعني مثلا لا بيبقى في عقوبات، مش بتبقى انتوا عندكم لائحه برضه ولا هي بتبقى العقوبات حسب ما لا بتبقى حسب ظروف اللجنه، حسب الماتشات المهمه، الوقت اللي محتاج الحكم فيه، القصه دي برضه بتفرق. فالعقوبات بتبقى تقديريه مش تقديريه؟ لا تقديريه، مش حاجه مفيش حاجه رولز محطوطه عقوبه مثلا شهر شهرين ثلاثه. لا طبعا جماهير النادي الاهلي بتتفرج عليا دلوقتي بتقول لك ايه مستر الكابتن جاد ليه على عقوبات، احنا خدنا ايه يعني لو اتعاقب الحكم؟ ما هو للاسف اللي بتتكلم، لا بتتكلم في دوري كبير، الدوري المصري خطا اي في اي ماتش مؤثر في كل الاتجاهات يعني. صحيح. فده مشكله كبيره. صحيح. طيب